يجب أن نضع الأمور في أماكنها، كل حاجة في المكان بتاعها. خد نبهنا ونبهت شخصيا الرئيس الفرنسي لخطورة هذه السياسة. أنا شايفه في المشي، عنده استراتيجية لابد تكون عنده منطقة نفوذ، ومنطقة نفوذ هذه ما تقدر تكون إلا في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، ما تقدرش تكون في أمريكا اللاتينية، ما تقدرش تكون في آسيا ولا حتى في أوروبا. ومنطقة النفوذ هذه تمتد من المغرب إلى موريتانيا إلى السنغال إلى جهات أخرى من أفريقيا. أن فرنسا الرسمية لم تتخلى بعد عن أطماعها الاستعمارية في أفريقيا وعن منطقة النفوذ، وهذا هو الواقع. لما الفرنسيين يقولوا إفريقيا للأفارقة معناه إفريقيا للفرنكوفونية، إفريقيا لابد أن تبقى خاضعة لجزء من النفوذ الفرنسي، هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. فرنسا لم تتخلى خصوصا في منطقتنا هذه، منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا، لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح، هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. هذه الحكومة، هذه الدولة التي ذبحت عشر هذا الشعب لم تنسى بعد، ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب اللي هو يبني في نفسه، هذا الواقع. وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية وخصوصا أعلى سلطة في هذه البلاد، وقلنا لهم كفانا حرب الجزائر، حاربتنا 8 سنوات، ذبحتوا منا 1.5 مليون، يكفي. أصبح يزعج في مرة في لقاء له مع رؤساء تحرير ومديري الجرائد في سنة 1976، لما جاء الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في ذلك الوقت في زيارة الجزائر. بعد ما ذهب جيسكار ديستان بمد يجمع رؤساء التحرير ومديري الجرائد، وقال لهم قال أعطيت الحس وقلت له ماذا تريد في إفريقيا؟ لماذا جئت تطول في رجليك؟ هكذا قالها، تطول في رجليك في إفريقيا، لأن كانت قضية تشاد في ذلك الوقت مطروحة وفرنسا تدخلت تشاد. وقال لهم أنا قلت له من الآن فصاعدا إفريقيا لنا ويجب أن تحسب معنا. أنا بومدين في 76 بدأ يتعامل كصاحب نفوذ، كدولة الجزائر دولة لها نفوذ. عمل جاهدا لتقارب بين الدول الإفريقية والدول العربية. ملك المغرب قال للشعب الجزائري بصريح العبارة أنني قررت الاعتداء على حرمتك، قررت الاعتداء على سيادة بلادك، قررت اختراق الحدود الجزائرية. طبعا أنا بالحالة هذه من العمل، والاعتداء بين واضح والنية واضحة. نقولها بكل بساطة وباسم 18 مليون جزائري بأننا لن نعتدي أو لم ولن نكون البادئين بالاعتداء
ولكن سندافع على حدود بلادنا، سندافع عليها مثل ما دفعنا عليها بالأمس. سندافع على حدود بلادنا وهي أولوية الأولويات، ونحن من الذين لسنا من الذين يؤمنون بتسبيق الخبز على الكرامة. فقد حاول الجنرال دوغول أثناء حرب التحرير أن يلعب على الطبع،